السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا، انا حضرت هاد الكيكات فرديين كيف ما كتشوفوا بالكاكاو اللي جاوا هائلين، وزينتهم بصلصه الكراميل وباللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا، فواكه معسله صراحه جاوا رائعين وهائلين، وبغيت نشاركهم معكم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات، بالنسبه للمقادير عندي هنا نصف كاس من الزيت، نصف كاس من السكر سنيده، وعندي جوج ديال البيضات كيف ما كتشوفوا، جوج بيضات كاملين، وعندي الدقيق حسب الخليط، وعندي هنايا جوج ديال الخمارات ايديال حمرين وزن 7 غرام، وعندي هنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا، وعندي هنا واحد ياغورت طبيعي اي مسوس كيف ما كتشوفوا. غادي نوضع المقادير ديالي وغنمزج الكل حتى كينسجموا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا خديت انا هاد المولات اللي فرديين اللي دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق كيف ما كتشوفوا، ومن
بعد غادي نوضع فيهم الخليط ديالي. تقدروا تستعملوا مول كبير او ديروها كيكه عائليه كبيره بطبيعه الحال، ما كاينش مشكل، تقدروا ديروها في اي مول بغيتوا. بصراحه راه كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا كندير جوج معالقات كبار ديال الخليط في المول هذا الفردي هذا كيف ما كتشوفوا، حتى كنكمل بنفس الطريقه غادي نوضعهم يطيبوا. ودابا غادي ندوز غادي نحضر الصوص ديال الكراميل كيف ما سبق لي وحضرتها معكم. غندير السكر حتى يذوب، ومن بعد غادي نزيد عليه الماء دافي مع النشا. وكيف ما كتشوفوا هذه صلصه الكراميل اللي حضرت، غادي نزين بها الكيكات ديالي من بعد ما طابوا وتحمروا. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو هائلين، واهم شيء كيجيو خفاف ما يحتاجوا لا نسقيوهم لا والو، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيف ما كتشوفوا هادو هما الكيكات ديالي من بعد ما زينتهم، جاوا رائعين وهائلين كيف ما كتشوفوا. بصراحه ديال تحمرت الوجه لك هكا، كانوا عندنا شي ضياف ولا شي حاجه راه كيجيو هائلين. نتمنى تجربوهم ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم الجديد دائما. وتحيه للناس اللي كانوا كيسولوا فيا وكيقولوا لي فين غبرتي فين غبرتي، بصراحه غير الظروف وصافي. ان شاء الله نتمنى نبقاو نتلاقاو دائما وندير لكم هكا فيديوهات. بصراحه فيما كنلقى شي وقت راه كنصور لكم، فيما كنلقاش راه ماشي مشكل. نتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، وبسلام عليكم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عما قريب. بسلام عليكم.